يا سلام الله سلامي على بنت الرجال. شكرا لاختيارك أم عبد الرحمن وهد الشعر لعيونها شيخة من روس قوم كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها. يا سلام الله سلامي على بنت الرجال عبد الرحمن وهد الشاعر لعيونها شيخة من روس قوم كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها عبد الرحمن ضبة الجود وزل الخصال وطنها والكرم والوفا عنوانها شيخة عن الف رجال بقوى وفعال الزيون افعالها والفخر مكنونها عبد الرحمن هيبة الغيد واوصاف الجمال كامله ومكمله في حلاه ولونه ماخذه عذب الوصايف مع الطبع الزلال والذرابه والثقل والنقا مضمونها عبد الرحمن بنت مطلوخ ينوش الصعيبة الطوال شيخ عز مرقبه فوق متن زونها لابت وقت المواقف ووقفة النزال ويل ويل اللي تجنى ومن عدونها عبد الرحمن سكت قافي كما سوق الدلال من صميم الجوف وهديك عبد الحونها عبد الرحمن سكت قافي كما سوق الدلال من صميم الجوف وهديك عبد الحونها. يا سلام الله سلامي على بنت الرجال عبد الرحمن وهد الشاعر لعيونها شيخة من روس قوم كريمين السبال طيبها من طيب ابوها وطيب اخوانها عبد الرحمن ربة الجود وزل الخصال والطناخة والكرم والوفا عنوانها شيخة عن الف رجال بقوى وفعال الزيون افعالها والفخر مكنونها عبد الرحمن هيبة الغيد والصف الجمال كامله ومكمله في حلاه ولونه ماخذه عذب الوصايف مع الطبع الزلال والذرابه والثقل والنقا مضمونها عبد الرحمن بنت مطلوخ ينوش الصعيبة الطوال شيخ عز مرقبه فوق متن زونها لابت وقت المواقف ووقفة النزال ويل ويل اللي تجنى ومن عدونها عبد الرحمن سكت قافي كما سوق الدلال من صميم الجوف وهديك عبد الحونها عبد الرحمن سكت قافي كما سوق الدلال من صميم الجوف وهديك